السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، قولكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. رسميا مباراة الكاميرون الجزائر في الكاميرون غادي تلعب في جابوما. خاطش علاه؟ حنا عندنا الإعلام وعندنا ناس يهضروا جابوما غبنتنا، جابوما الملعب تاع جابوما غبنا في دوالا. انت انا شفت المناصرين نقايقين دي فيديو تاعهم يدوروا في المارشي نورمال، ما كان لا ايبوسي بغا يقتلهم لا سلاح لا رصاص لا والو. في المارشي نورمال يهضروا مع الكاميرونيين، يزحكوا معاهم نورمال، ما كان والو. وكي قابلوا قنوات الرهج يقول لك جابوما وزي شفنا صباح حتى ما بشتوش. اودي جاجنا على ما جبنا والو، احنا جبنا نقطة وجينا. انا نحكم اللعب، مصر وصلت فينال بقرعة تاعنا، وصلوا فينال بقرعة تاعنا. شفنا 96 دقيقة خرقة، شنا خرقة ناس خرقة، هذا ما شفنا احنا، ما انا باش توالو. اما لا غادي يلعبوا لكم في جابوما، ايا تاع روحشكي روح. قال لك تافيك ستاتك كي والو، ودار لك دا التصاوير تاع ابو التس وابو الطز، وتاع دوك تاع اي كو قلت له بالفرنسي، كو عايرت بنزيما بالفرنسي. هذه قوي غادي بنزيما يعيطوا له حكومه في مدريد. بنزيما كاش لي تيت لي عندو انت كونتر التش ما ماركيتشي 13 ماتش ما ماركيت، جاي تهضر على بنزيما تش انت يا تش ما طفتش عليه، انت تش ما طفتش عليه تهضر على بنزيما، وانت يا اللي تلعب دايرينك صخرة الدفاع، صخرة الخرا ماشي الدفاع، سخرت الخرا تاعي ماشي الدفاع. داير عايرتو رديت عليه قال لك درتها بالفرنسي، انت مدافع، انت يا ليام مي تولي تسوق بالراولي، انت هذيك نهار مي روحت ليون فهنيك انا فيك امنت بيك مي روحت ليون، الوحيد في الجزائر قلت لكم هذا راح ليون غادي يلعب. كاين الفيديو تاعي والناس يعايروا، كاتب هذاك مؤمن كاتب لي قال لي لا عزاء للحسادين، قلت لك غادي ما يلعبش، كان لا عزاء لا والو، والله ما يحطك راعه في ليون، تاك غالب غير لاعب في ليون، والله ما تحطك راعه، والله ما تلعب، داوك باش يبيعوك، شراوك واعطك باش يعاودو يبيعوك، طقد، والله ما تحطك راعه في ليون، ليون خاصة نيبو فماك، نيبو طالع. والله ما تلعب، انا بروحي خلعت بول تايا، ما نعرفوش بوله، هادي عايشين بالكذب. المهم درتو التصاوير، حنايا كنا غادي ما نلعبوش في جابوما، الكاميرونيين شدارو لكم، جابو لكم التصريحات تاعكم، وجابو لكم تاع ابها حله، جابوها وداروها في الميلب، قال لك حنا فين كان الستاد فينك هما لا وين راهم، حنا استادنا حلو وشباب. لعبت فيه مصر، لعبنا فيه، لعبت فيه كوت ديفوار، كاع لعبوا فيه، نتوما بروحكم، نتوما جزائريين قلتوا هذا ماشي ستاد، جابوا التصريحات تاع المدرب تاعنا، جابوا اللاعبين، جابوا قال لك هذا اعلاميين قال لك هذا ماشي ستاد، اما لا غادي يلعبوا في جابوما، غاتشارك الفم تاعكم. وإن أفادت تقارير كاميرونية أن الاتحاد المحلي قرر استقبال الجزائر في ملعب الذهاب الفاصلة مؤهلة لنهاية كأس العالم بملعب جابوما في مدينة دوالا. وقال هذا الموقع أن الملعب الذي لعب فيه المنتخب الكاميروني مباراة الربع النهائي ضد غومبيا مناسب لاستقبال الجزائر. وذهب الموقع متخصص في أخبار الرياضة الكاميرونية إلى نفس المقترح، إذ أكد أن الاتحاد الكاميروني طالب مواجهة الجزائر على أرضية الملعب جابوما في مباراة السد الذهاب مؤهلة لمونديال قطر.
وأكد مصدر ذاته أن الاتحاد الكاميروني اختار هذه الأرضية جابوما بسبب الأشغال التي سيشهدها الملعب الأولمبي بمدينة بالعاصمة. وأثارت أرضية الملعب جابوما جدال كبير في منافسة كأس أمم إفريقيا بعد أن اشتكى لاعبون المنتخب الوطني من أرضيته السيئة واعتبروها أحد أسباب التي وقفت وراء إخفاقهم في الدورة. تكذبوا لاعبين تكذبوا، إعلام يكذب، ملعب مليح، أنتم ما كنتوش ملاح، أنتم ما اللي بغيتوا تروحوا تعاودوا تولوا عند لي زيكيب تاعكم. خممتوا على المستقبل تاعكم، ما خممتوش على الشعب الجزائري. أنتم الشعب يقرع لكم، الشعب يقرع لكم. أنتم نورمالمون تطردوا، كاين واحد 5 جوال نورمالمون يطردوا. والله ما تقعد هي لا بغات من لا بغات اليمينا، والله ما قاعد هي ديكا هي 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 برا. نورمالمون كيما تكذبوا، ما بغيتوش تلعبوا، درتو كلو على جال على من تهمتو جماعه لابيسين مع الاله تاعكم، اله تاع الصحافه والاله، تهمتو باش تطردوا شرف الدين عمارة والبومبا طردت عليكم. ربي ما وفقكمش، كاين العدالة الإلهية، كاين ربي عليا. والله ما تربحوها، والله العظيم إلا راكم خادعين إلى ربي لا بهدلكم، إلا راكم خادعين. وخدعتوا وضحكتوا على بلادكم، صورتوا استاد، صورتوا استاد وضحكتوا على بلادكم، ضحكتوا فينا، ضحكتوا فينا، ما نطيحش، ما بغيت نطيح، بصح ضحكتوا فينا. الكلب ولد الكلب، وبنت الكلب تجيب ولد الكلب. انتوما كيما هكا صار لكم، انتوما هكا صار لكم، ضحكوا علينا الغاشي حنايا، ضحكتوا علينا الغاشي. الناس ولا تضحك علينا، تصور فيه استاد، تصور فيه، صوركم صورت صورتو حاجة وحدة أخرى. قالك وقالك استاد غبنا، غبنكم استاد غبنكم، طيقت استاد غبنكم. هاد الجياح ماشي رجالة، ما كانش عندكم القلب. ولفتوا البرود، ولفتوا الناس المدامات، فاسي 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 فاسي، ولفتوا قاطر، شبعتوا التحواس والحيس والسلام، ومي هودتوا القاطر. قال لك الحمار والسطاد كي والو، هودنا لكم وامبلي وامبلي وامبلي، نهودوا لكم وامبلي، غادي نهودوا لكم وامبلي يلعبوا فيه. وزارة المناجر العام للمنتخب الوطني جهيد زفزاف أرضية الملعب، كذلك الملعب الشهيد تشاكات بالبليدة لمعاينة آخر تحضيرات قبل مباراة الإياب أمام الكاميرون. وبحسب مصادر فإن جهيد زفزاف منتظر في 15 من شهر مارس فيفري الجاري في الكاميرون للوقوف على كل تحضيرات لاستقبال رفقاء رياض محرز، إضافة إلى معاينته لأرضية الملعب يعني، وكذلك الملعب الأولمبي، وكذلك جابوما بدوالة تحسبا لمباراة الذهاب. وأشارت تقارير إعلامية جزائرية أن الجمب الماضي ضبط لائحة مصغرة تضم أسماء 3 بلدان على أن يختار أحدها للمعسكر الذي سيسبق المواجهة الذهاب. كلا الجمب الماضي اختار لا والو، الرجال اختارت متالي كاع، الجمب الماضي يسمع كيفك وكيفي. بركاونا هذه تاع جمال بالماضي اختاروا، جمال بالماضي شعل الضوء الاخضر، وجمال بالماضي طفى جوال الضوء الاخضر. بالماضي راه مين دخل فيه حيط وسكه بغل في دواله في المطار، قال لكم انا عندي الملعب، ما يجري هو كان رابط البطاقه البيضاء والحصانه، فما مد الحصانه مد من نجم روحه والوخر. رجاله قد ما توخر انت عندك استاد، حط خطة مناسبة، خاطر غادي باش يكون على بالكم. غادي الكاميرون ما غادي تقبلنا في ليزاربيت، ما غادي تقبلنا زعما في الإيواء ولا مكاش، نقولكم شتايا لا
لازم نكونوا حنا ملاح باش نربحوا. فما كي لا قادرين نمركوا 10 غادي نمركوا 10 بالتالي كاع باش يكون على بالكم. الا قادرين نمركوا 10 غادي نمركوا 10 دروك تولي عند اللعابه وعند المدرب. هذه هي تولي عند المدرب وعند نقول لك بالماضي عاود ولي الرومان عاود ولي له عاود ولي له عاود ولي له عيط له وهدر معاه عاود ولي له عيط له وهدر معاه خليه يسلكك هو اللي غادي يسلكك نقولها لك ونعاودها لك عاود عيط له وهدر معاه تفاهم معاه هو اللي غادي يسلكك غادي نقولها لك مليح هو اللي غادي يخرجك كالشعرة من العجين خاطر نهار اللي يخطيك نهار اللي يخطاك تروا ماتش ما ربحش فيهم رومانو رومانو تروا ماتش ما ربحش فيهم تروا ماتش ما ربحش فيهم على خطاك المساعد تاعك العقل العقل المدبر تاعك هو كي خطاك انت ما ربحتش في تروا ماتش هذه باش يكون في باش تكون في علمك خاطر هو اللي ردك اونترينير هو اللي ردك اونترينير وصايك هذا ما كان ردك مدرب تاكتيك دي جو تاعه الخطط تاعه كلش تاعه كره منك حاولي تلعب لاعبين ما يلعبوش وقال لك لازم نسيو نسيو تاع اللي يلعبوا في قطر بعدين فرنسيو منا لازم انت لا